وعلى آله وصحبه وذريته السادة الأخيار. أيها الإخوة الأحباب، نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب سيد القعقاع بن عمرو بمدينة ومركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، حيث جاءت إذاعة القرآن الكريم مشاركة بالاحتفال بمولده الكريم من هذه البقعة الطاهرة المباركة ومع هذه الوجوه النيرة الطيبة. أيها الإخوة الأحباب، وبمشيئة الله تعالى سيكون معنا في هاتين الأمسيتين، إن شاء الله ستكون أمسيتين بمشيئة الله تعالى، وسيكون في الأمسيتين قارئا فضيلة القارئ الشيخ قارئ الإذاعة والتلفزيون والذي يشرفنا في العالم الإسلامي بأسره بسفرياته المتعددة، حيث يكثر الطلب عليه في العالم الإسلامي وفي الدول الإسلامية. إنه فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرب. ومعنا من مبتهل الإذاعة والتلفزيون اثنين من الصادقين بالصلاة على النبي الذين يشنفوا آذاننا بابتهالاتهم وبالصلاة على النبي. معنا كروان الإذاعة فضيلة الشيخ محمد علي جابي وفضيلة مولانا الشيخ بلال مختار. وأما من المتحدثين فمعنا متحدثا للأمسية الأولى فضيلة الشيخ ثروة يوسف عطية من علماء الأزهر الشريف، وفي الأمسية الثانية متحدثا فضيلة مولانا الشيخ عبد أبو النور رمضان من علماء وزارة الأوقاف والأزهر الشريف. أيها الإخوة الأحباب، ودائما نستهل بخير استهلال فنبدأ بتلاوة قرآنية مباركة من قارئ الإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ عبد الناصر حرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات حج البيت من استطاع
إليه سبيلا. ومن كفر فإن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. وما الله بغافل عما تعملون.
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا واذكروا نعمة الله
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا
من مسجد سيد القعقاع بن عمرو
بمدينة ومركز المنزلة بمحافظة البخاريه.